للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف النربي الأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد السلام برواري. أستاذ عبد السلام مرحبا بك. انقسام بين نواب البرلمان بشأن إشراف المفوضية على انتخابات مجالس المحافظات، إلى أي مدى أصبح برأيك أداء وسلوك مفوضية الانتخابات محل شك؟ نعم، تحية لك تحية للأخوات. في الحقيقة الاتهامات التي وجهت الى المفوضيه لم يتم اصلاحها، بدليل انه بعد انتهاء عمليه الانتخابات وبدء مجلس النواب تم البدء بعمل المفوضيه وكان شيئا لم يحدث. لا ينكر احد انه في ظروف مثل ظروف العراق حيث تكون الاساسيه ضعيفه وحيث يلعب المال دورا كبيرا، بالتاكيد هناك تلاعب، هناك تسجيل، ولكن انا اعتقد التقارير حتى التي نشرت هي دليل او تعبير على حاله اسميها ظاهره نفسيه اجتماعيه، وهي نحن عندنا في الشرق الاوسط لسنا مستعدين لان نتقبل مبدأ الديمقراطيه الاساسي وهو نتعلم كيف نخسر. الكل يريد ان يفوز والكل يريد ان يشارك في السلطه. نعم أستاذ عبد السلام، هناك قيادي بتيار الحكمة يقول إن أعضاء في مجالس المحافظات يعني يباعون $500,000 بعد شراء الأصوات، هل وصل شركاء العملية السياسية يعني إلى بيع مقاعدهم؟ يعني أنا أعتقد بيع المقاعد وشراء الأصوات ويعني ما هو عملية اللوبي التي تجري في أقرب الدول الديمقراطية، هذا الموضوع موجود، ولكن كما تدري اليوم كل شيء يقال في الإعلام وليس هناك لا ملاحقة ولا متابعة ولا إثبات. أنا أسمع حتى من النواب في داخل مجلس النواب يذكرون مثل هذه الأشياء، وأنا لا أستبعد حقيقة، لا أستبعد، لأن الرواتب مغرية، الإمكانيات في أن يصل المرء إلى المال العام وأن يتحالف مع الذين يتلاعبون بالمال العراقي منذ اكثر من 19 سنه عمليه سهله، لذلك العمليه مغريه، وانا اعتقد قد يكون لهذا الموضوع اساس من الصحه، ولكن كما قلت هذا الكلام كله كلام. حزب الوفاق يقول ان اشراف المفوضيه على انتخابات او على الانتخابات سيدخل البلاد في دوامه من الازمات مع حضور السلاح بيد اغلب الاحزاب. إلى أي مدى دكتور تعتقد أن العراق ربما يمكن أن يدخل فعلا في دوامة صراع مسلح من جديد؟ أنا لا أعتقد أن انتخابات المحافظات ستؤدي إلى انتهاء النتيجة. أنت تعرف تأثير نتائج انتخابات المحافظات ينحصر في داخل تلك المحافظة نفسها. يعني هذا الكلام كان يمكن يقال حول انتخابات النواب. رأينا الشكوك، رأينا الطعون، رأينا التخندق، ولكن في النهاية تم الاتفاق بين الجميع وتم ضحاها. أنا أسأل سؤال آخر، يعني إذا لم تصرف المفوضية أو هذه المفوضية، لنفترض تم تأجيل الانتخابات وتم إقرار أن تنتخب هيئة مفوضية جديدة. الوضع سيكون نفس المفوضيات، هي تقسيم حصص بين الأحزاب الموجودة. حتى الاحتكام الى القضاء احترام شديد للسلطه القضائيه، ولكن اكثر من حاله اثبتت في العراق ان القضاء ايضا مقيد. انظر عندما قررت المحكمه الاتحاديه تفكيك كلمه الكتله الكبرى مجرد لا يتاح لاياد علاوي ان يكلف بتشكيل الحكومه واحكام اخرى. لذلك يعني رفض الشيء الذي ليس لنقل جيد شيء، وان يكون هناك بديل لهذا الشيء احسن منه، هذا امر اخر. انا اعتقد الوضع الحالي يعني حتى صحيه يمكن لها ان تبدل هذه الاحوال، والا تبديل المفوض او تبديل جهه اخرى، انا بتصوري لا يغير لا من المواقف الرافضه ولا يغير من النتائج. دكتور عبد السلام، نعم هناك من يرى ان العراق يعني هو أحوج ما يكون الآن إلى عملية سياسية من نوع آخر بعيدا عن مخلفات الاحتلال، إلى أي مدى ترى أن الواقع السياسي ربما في العراق الآن هو مؤهل لهذا النوع من التغيير؟ يعني ما هي العملية الأخرى؟
نحن إذا قررنا مسيرة في مسار التعددية والنظام البرلماني ليس هناك مجال إلا أن نحن لدينا قانون جيد لقرار الأحزاب، وهناك قوانين وتعليمات حول كيفية انتخابات الترشيح على الورق كلها جيدة جدا. البديل هو أن نرفض الديمقراطية أم الاستماع ذلك. ولكن هناك حل طبعا، كل هؤلاء الذين ينادون بذلك مع احترامي لهم، ليبادر احد منهم بتشكيل حزب عراقي للهويه والمضمون والاهداف، ويثبت ذلك من خلال الهيئه المؤسسه التي تضم كل بني العرب المسيحيين الجديدين من خلال برنامجه وعمله. انا اعتقد اكثريه الشعب العراقي سيلتف حول مثل هذا الحزب. ولكن هذه الاحزاب اكثريتها اما لها طابع ديني او قومي أو طائفي، وتدعي لنفسها كما كان سابقا حزب البعث يدعي أنه يمثل كل الشعب العراقي العربي إلى آخره. إذا العملية الجديدة هي أن المؤمنون في الحكم المدني والمؤمنون بالديمقراطية وإغنائها وتطويرها عليهم أن يبادروا بتشكيل حزب مدني معاصر لأهداف مواطنة لا على أساس. أنا أعتقد هذا هو الذي يمكن ان تسخر عنه ما يسمى هذا الذي يسمى بالعمليه الجديده. بعكسه يعني على الورق دستورنا دستور جيد ديمقراطيه ناضجه. من اربيل استاذ العلوم السياسيه الدكتور عبد السلام برواري، شكرا جزيلا لك.